السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم عندنا مادة الرياضيات موضوع جديد اللي هو الطرح بالمقارنة. قبل أن نبدأ موضوعنا الجديد، حب أذكركم بموضوعنا السابق اللي شرحناه اللي هو الطرح على خط الأعداد. وقلنا شنو هو الطرح وشنو هو خط الأعداد. الطرح قلنا أنه عندنا رقمين، أنقص الرقم الكبير من الصغير. وقلنا تذكرنا إشارة الطرح أنه شلون يصير بدينا علمناكم أنه يصير خط عدل صغير مستقيم، هاي إشارة الطرح. وقلنا إشارة اليساوي شلون تكون، شلون علمناكم أنه خطين واحد فوق الثاني، هذا إشارة اليساوي. وخط الأعداد قلنا أنه خط مستقيم يوضع علي الأعداد. وعلى خط الأعداد راح نحدد من عندنا بالطرح، نحدد الرقم الكبير ونقفز إلى الوراء إلى الرقم الصغير. اليوم موضوعنا الجديد اللي هو الطرح بالمقارنة. الطرح بالمقارنة، احنا كنا نعرف الطرح وقلنا شنو إشارة الطرح، هاي هي إشارة الطرح الناقص، هاي إشارة الطرح الناقص هاي. زين، عندنا الطرح بالمقارنة انه راح اقارن من الرقم الكبير ومن الرقم الصغير، وش قد يفرق هذا الرقم الكبير عن الرقم الصغير. راح نبدي اول شيء فقرة انه هاي عندي هاي المكعبات، عندنا هاي المكعبات راح نجي نحسبهم، واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة. ايش قد عندنا هاي المكعبات؟ اربعة. اطلع الاربعة بيدين نحسبهم، هاي الاربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة. زين، نكتبها على السبورة حتى نتذكر الاربعة شلون نكتبها. هاي الاربعة، اربعة. زين، وين الاربعة؟ هنا انا عندي بهاي الخط بالارقام، هذا الرقم اربعة، رقم اربعة. زين، عندي مكعبات ثانية اعطتني اياها الماما، ايش قد هاي المكعبات؟ نجي نحسبهن، واحد، اثنان، واحد، اثنان. شلون اطلع الاثنان بيدي؟ واحد، اثنان، واحد، اثنان. شلون نكتبها؟ خلينا نحرك ايدينا شويه، اثنان. شوفوا من دا ابدي، من فوق الى تحت، من فوق الى تحت، اثنين. راح نجي نكتبها على السبوره، اثنان، هاي الاثنان. زين، وين الاثنان؟ هنا عندي على الارقام، هذا الاثنان. زين، هسه نجي عندي بهاي ايدي صارت مكعبات اثنين، وهاي ايدي عندي مكعبات اربعة. منو الاكبر؟ منو الاكبر؟ منو الرقم الاكثر؟ اكيد الاربعة، هاي عددهم. من اجي اقارنها، شوفوا انا ايش دا اسوي، دا اقارنها، خليت وحدة بصف الثاني. منو الاكثر مكعبات؟ الاربعة لو الاثنين؟ الاربعة. زين، هاي الأربعة أكبر. زين، إيش قد تفرق عنها؟ إيش قد تفرق عنها؟ باعوا عندي الأزرق ويا هنا الأزرق، بنفسجي ويا البنفسجي، إيش قد يفرق عنهم؟ شوفوا عندنا الفرق اثنين، الفرق اثنين. راح أجي أسوي عملية الطرح، نطرح الرقم الكبير من الصغير، الرقم الكبير من الصغير. شوفوا علي، أربعة. قلنا إشارة الناقص شلونها؟ خط عدل صغيروني، أربعة ناقص اثنان يساوي، بعد يساوي شلون أكتبها؟ يساوي أربعة ناقص اثنان، إيش قد عدي؟ طلعها بيدي، هاي أربعة، أطي من عندها اثنين راحت، إيش قد بقت عدي؟ اثنان. زين، إحنا بالمكعبات هم من شفناها بالمكعبات، هاي أربعة وهاي اثنين، من أجي أقارنها دا أقارن، شقد الفرق عنهم؟ شقد الفرق؟ شقد؟ اثنين. إذن أربعة ناقص اثنين يساوي اثنين. هاي عدنا موضوعنا شوية عن المقارنة. هسا رح نجي فقرة الكتاب، وقلنا أول فقرة لازم نبدي بها اللي هي فقرة أتعلم. يا فقرة أتعلم، عندي هنا سؤال وعندي هنا مكعبات حمراء ومكعبات زرقاء. راح اجي اقرا السؤال، كم مكعبا احمر يوجد اكثر من المكعبات الزرقاء؟ يعني يقول لي هنا شنو، دا افهم لكم اياها، عندي مكعبات حمراء ومكعبات زرقاء. الاحمر دا يقول لي الاحمر ايش قد اكثر من الازرق، يعني شنو اريد اقارن، بس بطريقه شنو المقارنه؟ بالطرح. راح اقارن بالطرح، يقول لي أصل وأجد الباقي.
هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نيجي كلنا نحسب المكعبات الحمراء سوية. يلا نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. راح نيجي نكتب الأحد عشر شلون؟ قلنا شلون نكتبه؟ 1 ويمه 1 11. زين، راح نخلي إشارة الطرح الناقص، لأن احنا عندنا موضوعنا شنو هو؟ الطرح بالمقارنة، يعني دا أطرح بالمقارنة. هسه نيجي نحسب المكعبات الزرقاء ايش قد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ايش قد عدد المكعبات؟ 8. شلون قلنا ان 8 نكتبها؟ هاي 8 نخلي اليساوي، خلينا اليساوي. هسه اني عرفت مكعبات الحمر ايش قد عددهم والمكعبات الزرق، وهسه خلينا إشارة الطرح. هسه يقول لي أصل، يعني أنا أريد أوصل بين المكعبات الزرقاء والحمراء حتى أشوف أقارن الأحمر إيش قد أكثر من الأزرق بإيش قد؟ ما نعرف. هسه راح أجي أقارن، شوفوا شو راح أقارن وأوصل. راح أجي هذا المكعب الأحمر راح أوصله ويا المكعب الأزرق، 1 هذا وياه، شلون كأنما راح نسويهم أصدقاء يلعبون سويا الأحمر ويا الأزرق، أو شلون هسه دا أسوي مكعبات؟ هسه عندي هذا ازرق وهذا احمر، راح اجي اوصلهم، شوفوا سويتهم كانما مثل اصدقاء. راح اجي اقارن الاحمر ويا الازرق، شوفوا شلون دا اسوي بالتوصيل حتى اعرف الفرق الاحمر ايش قد. راح نجي راح اقارن، اجر خط اوصل توصيل. راح نجي بقى هذول الاحمر كم واحد؟ 1 2 3 1 2 3. ذني هنا المقارنة ما عندهم صديقات مثل ما نقول، ما عندهم هنا. إذا إيش قد يفرق الأحمر عن الأزرق؟ كم مكعب؟ 1 2 3. راح أجي أكتب إنه الفرق مالتهم 3. راح نجي نطرح. هسه أنا قارنت وياها وراح نجي نطرح 11 ناقص 8. أنا ما أقدر أطلع بيدي 11، ما أقدر. فشو راح نعلمناكم طريقة؟ طريقة البوكسات، نتذكرها إنه بطريقة البوكسات من راح أجي أختار الرقم الصغير للكبير، راح نختار الرقم الصغير. يا هو رقم الصغير 8، 8 راح أخليه بقلبي وراح أحسب لحد ما أوصل للرقم الكبير. باعوا، شوفوا شو راح أسويكم. هاي 8 الرقم الصغير راح اخليه بقلبي وراح احسب لوين؟ لحد ما اوصل الرقم الكبير، لحد ما اوصل الكبير. فايش قلنا؟ 8 احطها بقلبي واسوي ايدي مثل البوكسات، راح نقول 8 9 10 11. ايش قد طلعت انا وصلت الرقم الكبير؟ 3. وأني من سويت بطريقة المقارنة بالمكعبات بالتوصيل إيش قد عندي طلع؟ هم 3، 1 2 3.